لقاء تواصلي مع الإخوان ديال الممولين الحفلات وبعض الأفراد ديال الشغيلة ديالهم. كيف كيعرف الجميع وكيحضر معنا الأخ الكاتب العام ديال القطاع السيد الرئيس ديال القطاع، كيف كيعرف الجميع هذا القطاع تأثر كثيرا، وهذه سنة وهو موقفين على العمل. والمنع، السؤال اللي طرح لي واحد الأخ قال لي علاش تمنعت الوقفة اللقاء، تمنع اللقاء واللقاء كان غادي يدار داخل اتحاد العمل المقاولة والمهن، اللقاء تمنع على حالة الطوارئ اللي كاينة اللي كيعرفها الجميع واللي تمددت، وهذا هذه جاية هذا في حالة الطوارئ ديما قرار بالمنع ديال فتح ولا استئناف العمل بالنسبة للممولين الحفلات. أنا كما كنقولوا إحنا داخل اتحاد العمل المقاولة والمهن ممولين الحفلات لقطاع اللي ضر كثيرا وكيشغل قطاعات أخرى معاه كالكوافورات كالسربية كهذوك صحاب اللحم. أنا كنقول لك قطاع مهم عندنا اللي هو ديال الجزارة واللحوم الحمراء. الإخوان ديال الجزارة في اللقاء الأخير قالوا لي راه تأثرنا كثيرا كثيرا بهذا الإغلاق وهذا التمديد حالة الطوارئ فيما يخص قطاع ممولين الحفلات. أولا كنا قررنا باش نعقدوا واحد اللقاء هنا في مقر اتحاد العام للمقاولات والمهن فيما يخص قطاع الممولين الحفلات لي تريتور. كي كيعرف الجميع لي تريتور قطاع اللي تضرر وتضرر كثيرا وباقي متضرر هذه سنه وهم متوقفين على العمل. كانوا وخصوصا كما قلت هو هذا القطاع كيشغل عدد كبير 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 ديال الناس اللي كيشتغلوا في القطاع غير مهيكل مباشره او غير مباشره، والناس اللي تاثروا بها واحد الشغيله عدد كثير ديال الشغيله اللي توقفت على العمل ما جاها دعم مع الاسف كما كنقولوا ما شفنا حل هاد الناس هادو. وكما قلت وكما تقدمت مع الاخوان ديال المكتب النقابي ديال اتحاد العام للمقاولات والمهن المكتب النقابي ديال الممولين الحفلات وجدوا واحد البروتوكول ديال احترام التدابير الاحترازيه. وكما قلت بان القاعات اللي كيداروا فيها الحفلات قاعات كبرى، قاعات كبيره كتهز 350 حتى 400 الناس 250، قلنا حنا هذوك الناس تكون احترام فيها اطار احترام التدابير الاحترازيه يدار النص ديال الناس غادي يهز 200 حنا نديروا غير 80 ولا 100 ويكون احترام التدابير الاحترازيه فيما يخص البعد التباعد. كما قلت دار طبله هنا ودار طبله لهي ودار سميتو وهذوك الطبلات اللي محطوطين يكون فيهم تباعد، يكونوا جوج الكراسي خاويين وكرسي عامر غير باش نستأنف هذا القطاع العمل ديالو. مع الاسف كنا قررنا باش نجتمعوا معهم اليوم وكانوا الاخوان جايين من جميع انحاء المملكه. تم منع الوقفه البارح وهذا الشيء داخل في اطار احنا كما قلت احنا نقابه مواطنه ونقابه مسؤوله وكنحترموا القانون احترام التدابير الاحترازيه وحالات الطوارئ. توصلنا بواحد المراسله اللي كتقول بانه راه ما يمكنش تجمعوا اكثر من 20 الناس في واحد القاعه حيت يمكن بدا القيل والقال من بعد واحد اللقاء اللي كنا درنا ديال الحمامات اللي كنهنيهم اللي فتحوا الحمامات ديالهم. الاسبوع الماضي كنا درنا واحد اللقاء اللي كان فيه عدد كبير الناس، يمكن لا السلطات المحليه لا الحكومه قال لك بانك ما تحترمش التدابير الاحترازيه، ولكن هذوك الناس مساكين راه هذوك الكسالات وهذوك الكسالين الشغيله ديال الحمامات راه كانوا تما مضرورين بحال الشغيله ديال القطاع ديال الممولين ديال لي تريتور. الناس كانوا متضررين منين سمعوا واحد اللقاء تواصلي اللي غادي نديروه جا عدد كبير 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 ما قدرناش نسميتو، ولكن احترمنا التدابير الاحترازيه كان عدد كبير خرجوا الناس سميتو الحمد لله. دابا راه غادي يستأنفوا العمل ديالهم. بقى هذا القطاع اللي متضرر، قطاع متضرر كثيرا كثيرا، وكما سبق وقلت قبيله كنقول بانه الحكومه خصها تعطي واحد الدعم مباشر لهذا القطاع هذا، ماشي نصيفط هذا القطاع هذا نصيفطهم يتصارعوا بهذا المعنى مع الابناك. انا كما قلت قبيله راه الا سمعتوني واحد التريتور معيط عليا قال لي انا باقي تم استأنفت العمل ديالي واستفدت من واحد المنتوج بنكي. قال لي البارح عيطت لي البنكه هذه واحد الشهور، قال لي البارح عيطت لي البنكه قالت لي جيت تخلص. قال لي بنين نخلص وانا ما عنديش حتى باش نخلص، غادي نبدا نرهن في حويجاتي والكاميو بعتو الطوموبيله بعتها الكاميو الكبير حتى هو تباع. قال لي الماتيريال بديت كنبيع فيهم باش غادي نخلص هذه البنكه والحكومه هي اللي
هي اللي دعات وقالت الناس يروحوا خذوا تستافدوا من ديك القروض. كنتمنى الحكومه تلقى واحد 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 الحل لهذا القطاع، وخصوصا ولكن تلقى له حل، ولا دير كما دارت مع قطاع ارباب الحمامات تخلي الناس يشتغلوا. وفي احترام التدابير الاحترازيه قلت كما قلت راه هذا المكسب راه وجد واحد البروتوكول، بروتوكول خاص بالنسبه لاحترام التدابير الاحترازيه واللي تقدم به الحكومه. كنتمنى الحكومه تجاوب معه. كنت فاجئ اليوم بواحد، كان عندنا لقاء تواصلي مع الاتحاد العام لمقاولة المهن. هذا اللقاء اللي كان غيكون اليوم 18/3/2021 على الساعة 11 صباحا، للأسف بالأمس على الساعة 9 مساء كنت وصلوا بقرار ديال منع هذا اللقاء التواصلي اللي كان غيكون بتنسيق مع الاتحاد الوطني لممولي حفلات بمقر الاتحاد العام المقاولات والمهن. امتثلنا القرار السلطات، امتثلنا القرار صاحب يعني عامل صاحب الجلالة على عمل عين السبع الحي المحمدي، والحمد لله اتصلنا بالاخوان ما حضر فيهم حتى شي واحد الا في قليله قليله قليله. يعني كان امتثال ديالنا للسلطات، حنا مع وزاره الداخليه، حنا مع وزاره الصحه، حنا مع الحجر الصحي، ولكن شوفوا فينا بعين الرحمه. لان علاش اللي وقع هو ان يعني قطاع ديال لي ريستورون وديال المقاهي كان حابس، قطاع الحمامات كان حابس، مجموعه القطاعات كانت حابسه. كنتفاجئ ان القطاع الوحيد اللي باقي ساد حاليا هو قطاع تجهيز وتنظيم الحفلات وكذلك القاعات وكذلك المؤتمرات والتظاهرات. بغينا سبب مقنع او لا بغينا حل او لا بغينا نتناقشوا مع هاد الناس ويريحوا معنا للطاوله ديال المفاوضات، لان راسلنا مجموعه ديال الجهات، راسلنا وزاره الداخليه، راسلنا وزاره الصحه، راسلنا وزاره التجاره والصناعه، راسلنا لجنه اليقظه، قمنا بمجموعه المراسلات، ولكن للاسف لحد الساعه ما جاوبنا حتى شي واحد. وحنا كنتسناو في الجواب، وحنا مازال صابرين، وحنا مع القرار ديال ساماجيستي لوغوا محمد السيس، حنا مع القرار ديالو، حنا مع القرار ديال السيد العامل، حنا ما ضد حتى شي واحد، ولكن شوفوا بعين الرحمه من جهه هاد الناس هذا.